السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير وسعادة. استكمالا لبرنامج الألف يوم لصحة طفلنا، تكلمنا في الفيديو الأول عن مرحلة ما قبل الزواج والاهتمام بصحة البنت المقبلة على الزواج، وكمان تكلمنا على اختيار الزوجة. النهاردة هنتكلم مع بعض على خلاص ربنا أكرمنا وحصل حمل، ان شاء الله ايه بقى الخطوات اللي المفروض كل بنت تتبعها علشان خاطر هي دلوقتي مسؤوله عن نفسها كأم ومسؤوله كمان عن طفلها. يا جماعه في حاجات كتير قوي لازم كل بنت تتعلمها كويس قوي اثناء مرحله الحمل. اول حاجه التغذيه السليمه، لازم كل بنت حامل لازم تهتم كويس قوي بالتغذيه السليمه، خلاص لازم تتغذى وتاكل كل العناصر اللي الجسم محتاجها علشان خاطر الحمل بتاعها يكون ماشي كويس، وكمان علشان خاطر طفلها ينمو بصحة جيدة. كتير قوي من الأمراض اللي ممكن تظهر أثناء فترة الحمل وأصلا ممكن تكون موجودة قبل الحمل بس بتزيد مع الحمل وتجيب نتائج عكسية على النمو الطبيعي للطفل، واشهر الامراض دي المرض السكري. يا جماعه مرض السكر من الحاجات اللي لازم يكون متظبط كويس قوي 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 قبل ما يحصل الحمل. ليه؟ لان دخول الام او دخول البنت في فتره الحمل وسكرها مش مظبوط، ده بيدينا مؤشر ان احتماليه ان تشوهات في الجنين هتكون عاليه قوي. علشان كده بنقول دايما اي ست عندها مرض السكر ومقبلة على الحمل لازم الأول سكرها يكون مظبوط كويس قوي، علشان خاطر وارد مع الحمل السكر نسبة السكر بتعلى، فلازم تكون متابعة مع دكتور متخصص يظبط السكر بتاعها قبل الحمل، وكمان زيارات للطبيب بتاع أمراض الغدد أو أمراض السكر لازم تتابع معاه، هتكون كتير يعني زيارات هتكون اكتر من المعتاد علشان خاطر سكرنا يكون مظبوط خلال فترة الحمل، لان اي خلل في السكر خلال فترة الحمل ده هيأثر معايا بالسلب على الطفل بتاعي. لان معروف دايما ان مرض السكر لو مش متظبط كويس ده بيؤدي الى تشوهات كتير قوي على صحة الطفل ومشاكل كبيرة، اشهرها مشاكل طبعا في العمود الفقري وبالذات في اخر الفقرات، خلاص. ومن اشهر المشاكل كمان اللي بتيجي للاطفال نتيجة مرض السكر اللي هو مش متظبط مشاكل في القلب وتشوهات في القلب بتاع الطفل. الحاجات دي كلها ممكن الام تنقذ طفلها وتحمي طفلها منها لو هي مظبطه السكر بتاعها قبل فتره الحمل واثناء فتره الحمل، خلاص. ده اول مرض لازم كل ام، كمان نسبته عاليه قوي، فلازم كل بنت مقبله على الزواج وعندها مرض السكر لازم تكون مظبطه سكرها فتره كويسه قوي قبل ما تحمل، ولازم اثناء الحمل زياراتها للطبيب بتاعها لازم تكون زيارات على فترات متقاربه ومتابعه جيده لنسبه السكر في الدم، لان الاهمال فيه هينعكس على النمو الطبيعي للطفل وهيؤدي الى نتائج غير مرغوبه على المدى البعيد، خلاص. وان شاء الله نستكمل الحديث بتاعنا في فيديوهات تانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.